دي من اللي عندها فلوس جت بكذا. من ديزاين انت ماشي مع قاعده، ماشي مع قاعده، فبتيجي بتقول لي ايه الوضع؟ ميل نو وات نو فاميلي هيستوري. كل الحاجات بقى في مالجننت بتعمل ديزاين انترفيزيا. يعني ايه؟ يعني العيان غالبا بيبقى عنده بيدري جاسترايتس، ده عمل له ديزاين انترفيزيا، او ده خد نايتريتس، النايتريتس عملت له وات ديزاين انترفيزيا، او غالبا كان باربيكيو كتير، الباربيكيو عمل له وات ديزاين انترفيزيا، او غالبا كان سموك فود كتير، السموك فود كتير عمل له وات ديزاين انترفيزيا. اند اون ذا توب اوف ديزاين انترفيزيا جاله كانسر ايه؟ ستومك. يعني من الاخر كده دايما نقول ريسبونسنج فاكتور، ده بيجي للكمين اللي هي بتاعت البوست فاميلي هيستوري، انما كل اوذر ريسبونسنج فاكتورز دي بتعمل وات ديزاين تايب اوف كانسر ايه؟ ستومك. ده الفرق بين ماك. ماك ده ابن حلال يبقى عامل كده، يا بيعمل مالجنت ألسر يا بيعمل وات كولي فلاور ماس، ده من الديستاينال تايب يبقى لوكالايز. ده الديفيوز بيبقى من لاناتس بلاستيكا. بالمناسبه يعني ايه تعريف لاناتس بلاستيكا؟ يعني بالانجليزي لو حد سالني لاناتس بلاستيكا يعني ايه لاناتس بلاستيكا؟ لا بالانجليزي. وعليكم السلام. السلام عليكم، ازيك يا ابو احمد؟ ازيك يا احمد؟ اتفضل معايا. يعني ايه يعني ايه لاناتس بلاستيكا؟ او لسه لاناتس بلاستيكا؟ اكتبه بالانجليزي يعني لاناتس بلاستيكا. لا لا لازم تحط الصوم كده. لازم تحط الصوم كده في البطن. في الجراحة. It is small because the lesion. لأنها تتلصق ده بيبتدي small because the lesion. يعني التيومر بيعمل كده. Small because the lesion. Small because the lesion. It is small because the lesion. Then tends. بعد كده tends. Then tends. To infiltrate the whole layers of the stomach. ده تعريف لاينات البلاستيكا. Small because the lesion then tends to infiltrate the whole layers of the stomach without formation of discrete mass. Without formation of discrete mass. أنا بملي بسرعة. لاينات البلاستيكا it is small because the lesion. حضروا small because the lesion ثلاث ساعات. That tends that tends to infiltrate the whole layers of the stomach. عامل infiltration في the whole layers of the stomach. اللي هي المسكلوزا والسابنيفوزا يعني والسروزا. Without formation of discrete masses. Without formation of discrete masses. يعني اللي عنده لانات في without formation of what? Discrete masses. يعني اللي عنده لانات في الشخص كده التيومر ابتدى هنا حاجه مظبوطه خالص، ابتدى هنا بعد كده التيومر راح عمل انفلتريشن في الميكوزا والسب ميكوزا والماسكلوزا والسيروزا وضيق الاستومك خلاها بالظبط عامله زي القربه من غير ما يعمل ولا طنجنتك ماس ولا ما يعمل وط مالجنت ألسر. ده معناه ان الكمين اللي عندها لانات بلاستيك ايه الفيت فول اللي بتحصل في العينين اللي عندهم لانات بلاستيك؟ ايه الفيت فول اللي بتحصل في العينين او ايه الكومن ميستيك اللي بتحصل في العينين اللي عندهم لانات بلاستيك؟ ايوه برافو عليك برافو عليك برافو عليك. الراجل في الناس التاسك غالبا بيدخل بالمنظار بيلاقي ديفوزا ايه؟ سليمه ما بيعرفش يقول العيان ده عنده وط كانسر ستومك. عشان الراجل يعرف يقول العيان عنده كانسر ستومك يبقى لازم يشوف ايه بالمنظار؟ يا مالجنت ألسر يا كولي فلاور ماس. هو داخل جوه ستومك مش هيعرف بقى انها ضيقه من بره ولا واسعه من بره، ما بيعرفش هو داخل جوه اليومن. فهمتوا الفكره؟ فعشان كده عيب الناس التاسكا لو عايز حاجه معلومه مهمه it is can be missed can be missed during what endoscopy can be missed during endoscopy. مين بقى يبينها احسن؟ يعني مين يبين ان في ناس التاسكا احسن بين السمك وهي ضيقه؟ الباريم يا عادي. يعني الناس التاسكا بتر دايجنوست بالباريم على المنظار. It may be missed during endoscopy. وعلى فكره دي حصلت مليون مره عند ناس الدبلوماسيه. الكيميل الراجل يدخل بالمنظار يقول لك الابر جيوتين دوس في نورمال، الراجل يدخل بالمنظار يقول لك الابر جيوتين دوس في نورمال. بعد مثلا شهرين ثلاثه هنكتشف ان عندها وقت كانسر ستومك. دي فيري كومن ميستيك. تمام؟ لان التاسكا بتفهم بالباريم احسن.
ده شكلها ماك، قاعدين نتكلم على شكلهم مايك، شكلهم مايك. طبعا مبدئيا مايكروسكوبك هيطلعوا هما الاثنين ان شاء الله يعني. يعني في واحده هتطلع منهم سكوري بس ولا هما الاثنين هيطلعوا باذن الله ادنو؟ هما الاثنين هيطلعوا ادنو كارسيروما باذن الله يعني. هما الاثنين هيطلعوا ادنو كارسيروما. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ الانترستاينال دي بتبقى ادنو كارسيروما عاديه. يعني مليجنا كولومنر سيلز عاديه. انما الديفيوز بتبقى مليجنا كولومنر سيلز جواها كولويد كتير. السيلز جواها كولويد كتير. لما السيلز بيبقى جواها كولويد كتير بنسمي كارسينوما دي ايه؟ لا بنسميها كولويد كارسينوما الاول. لما السيلز يبقى جواها كولويد كتير بنسميها كولويد كارسينوما. لما كولويد كتير ده لما كولويد كتير يخلي النيوكلياس ايه بقى؟ اكسنتريك ساعتها بنسميها سيجنت رينج كارسينوما. عشان في ناس متلخبطه ما بين الاثنين. يعني كولويد كارسينوما هي النسبه الكبيره. سيجنت رينج كارسينوما هي سب تايب منين؟ من كولويد. يعني كل سيجنت رينج كارسينوما كولويد بس مش كل كولويد لازم تطلع وقت. سيجنت رينج. وصلت المعلومه ولا لسه الاثنين داخلين في بعض؟ وصلت المعلومه. الو ازيك عامل ايه؟ ازيك يا عم؟ بس يا حرف ثلاثة قول. السؤال على خدنا كلود كارسينوما في البريست كانت حلوه ولا وحشه لو حد فاكر؟ ازيك يا فراويل؟ لما خدنا كلود كارسينوما في البريست كانت حلوه ولا وحشه؟ كانت حلوه. كلود كارسينوما في البريست كانت اون جود بروجنوزز، اون جود بروجنوزز. لما انا اتكلمت على كلود كارسينوما في البريست قلت لكم ايه بقى كلود كارسينوما في الجي اي تي؟ في اي جي اي تي لما نقول كلود كارسينوما؟ قلت لكم زباله. وانت ذكر كلمه كلود كارسينوما في الجي اي تي في الكولون في الاسوفجاس في الانتستين في الاستومك كلمة كولويد كارسينوما في الاستومك زبالة. كلمة كولويد كارسينوما في الكولون زبالة. كولويد كارسينوما في الاسوفاجا زبالة. كولويد كارسينوما في ده كله بروجنوزز مالها؟ بقت زبالة بالظبط. عشان كده هما الاثنين ادينو كارسينوما، دي ادينو كارسينوما عادية، دي ادينو كارسينوما فيها كولويد. يا سيجن ترينج يا كولويد عادية. طيب تفتكروا ليه الستاينل سموها الستاينل؟ أكيد السيل تحت الميكروسكوب فيها وقت. الانترستاينال ميتافيزي، طب يعني ايه الانترستاينال ميتافيزي؟ احنا بنتصور التوكمون ياس، يعني السيل بدل ما هي عامله كده السيل عامله كده. دي اللي بيسموها السيل عندها براش بوردر. يعني اللي يبص تحت الميكروسكوب هيلاقوا في الانترستاينال جاستريك كانسر السيل شبه ليه؟ شبه الانترستاينال. برضه لو عايز معلومه زياده بس هي اقلهم اهميه يعني اقلهم اهميه في المعلومات ان السيل هنا بتبقى لازقه بعضيها. السيلز هنا بتبقى لازقه بعضيها. فطالما السيلز هنا لازقه بعضيها فبتعمل بقى ماكروسكوبك يا فانجيتنج ماس يا مالجنت ايه؟ السر ماس متماسكه لازقه بعض. هنا السيلز ما بتبقاش لازقه بعضيها. فطالما هنا السيلز بالديفيوز جاستر كانسر مش لازقه بعضيها فعشان كده السيلز بتقعد تمشي تنفلتريت الميكوزا والسب ميكوزا والماسكلوزا لغايه ما في الاخر بتعمل وقت. لاينايتس ايه؟ بلاستيكا. اخر حاجه هنتكلم على البروجنوزز. هنا البروجنوزز بات ريديوز جاستر كانسر اوف فيري باد بروجنوزز. بس الستاندرد جاستر كانسر ما هياش جود يعني ما هياش جود بروجنوزز بس مور اور لاس فير. يعني ايه فير؟ نص نص. الجدول ده فيه جي ام سي كيو فمعلش الناس هتوقف على نفسها لمونه وذاكروا. لما نيجي نتكلم على الباثولوجي او الساب تايب اوف كانسر الاستومك عندنا نوعين او عندنا حاجه اسمها دي اي او. حولي جدول بسرعه حولي جدول بسرعه. في حاجه اسمها دي اي او كلاسيفيكيشن كانت الست لورن قالت كانسر الاستومك ثلاث انواع 40% حاجه اسمها ديفيوز جاستريك كانسر 50% حاجه اسمها انترستيشال جاستريك كانسر 10% لينفوما وساركوما وحاجات ايه وحاجات غريبه جدا من اسمها ديفيوز جاستريك كانسر سموها ديفيوز جاستريك كانسر عشان خاطر بتعمل اناليسيس بلاستيكا بتعمل ديفيوز انفلتريشن في الاستومك الانترستيشال جاستريك كانسر سموها انترستيشال جاستريك كانسر عشان خاطر السيلز فيها انترستيشال ايه ريكابتيزيا دي مالهاش بيسبوزي فاكتورز دي الفيميلي ايه الفيميلي اللي عندها بوست فاميلي هيستوري الفيميلي ميدل ايج اللي عندها تروفيك جاسترايتس مع بوست فاميلي هيستوري مع فرنش سليمي مع هايبو جامل جوبريني اي حاجه ثانيه كانها سموك فود خدنا نايتريت خدنا بيلري جاسترايتس اش بايلوري اي حاجه ثانيه بتعمل كانسر الاستومك عن طريق انها بتعمل اول انترستيشنال ايه؟ ميتافيزيا دي ماكروسكوبك بتعمل اناليسيس بلاستيكا بتعمل ديفيوز انفلتريشن والاناليسيس بلاستيكا دي زميكا زو مول ميكوزا ليجن عمل انفلتريشن فلول داخل الراجل الايه؟ داخل الراجل الاندوسكوبي اللي هي الاستومك نورمال احسن حاجه شخصها الباليه
هنا ماكروسكوبك بتعمل ديسكريت ماس، بتعمل يا اما كونجيتي ماس يا اما بتعمل مالينت ايه السر. الاثنين تحت الميكروسكوب ادينو كارسينوما، كان السيستومات لازم يبقى ادينو كارسينوما. انتستان جاست كانسر فيها انتستان الميتافيزيا وبتبقى ادينو كارسينوما عاديه، دي بتبقى ما فيهاش انتستان الميتافيزيا وبتبقى ادينو كارسينوما السيئه. مين اللي ادينو كارسينوما السيئه؟ اللي فيها كلويد فبنسميها كلويد كارسينوما. لو كلويد ده زاد خد النوكاس اكسنتر ساعتها بنسميها سيكريت ريني كارسينوما، دي البروجنوزس فيها فيري باد فيري باد. هنا البروجنوزس مور اور لاس نص نص. يمكن الجدول ده عامل زي الجدول بتاع الكابيلري وايه؟ والفوليكولر والمدلري كارسينوما بتاع الثايرويد. هنضطر نحفظ الجدول ده التصوير بتاع كانسر ستون. بعد كده هنتكلم عن السبريد، هنكتب جنب كلمه سبريد عادي زي اي مالينجنس اللي هو ايرلي ليمفاتيك ودايركت وليد بلاد. 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 كل كانسر خدناه كان كده في الجي اي تي، اللي ليمفاتيك ودايركت وليد بلاد، اللي ليمفاتيك ودايركت وليد بلاد. ولما خدنا كانسر اوسوفجس قلت لكم غالبا العيان بيموت من اللوكال افكت بتاع التيومر قبل ما ابتدي بقى بلاد ايه؟ بتاسس. لما خدنا كانسر بودي وفي البانكرياس وخدنا كانسر اوسوفجس قلت لكم برضه غالبا العيان بيموت من اللوكال افكت بتاع التيومر بتاع دايركت او ليمفاتيك سبريد قبل ما ابتدي التيومر يبعت ايه؟ بلاد ايه؟ بتاسس. برضه كانسر الاستومك نفس القصه. في كانسر الاستومك اهم حاجه تهمني بقى الليمفاتيك سبريد. بتوع هي دي حتى في الحصه الليمفاتيك سبراد بتاع كانسر الاستومك. والليمفاتيك سبراد بتاع كانسر الاستومك اكتر ناس ترسينه واكتر ناس عملوا له تقسيمه حلوه، واحنا هنمشي على التقسيمه دي. تفتكروا مين طبعا عشان فيري كومن في البلد دي؟ اليابان. فعلا في الليمفاتيك سبراد ماشيين على حاجه اسمها الجابانيز ستيجنج بتاع كانسر الاستومك او الجابانيز ليمفاتيك سبراد. اليابانيين عملوا ايه في الليمفاتيك سبراد بتاع كانسر الاستومك؟ عملوا حاجه جميله جدا. قال لك ادي الاسوفجس وادي الاسطومك. واحنا كما الحته دي حلوه. هنعمل الليمفاتيك سبريد ثلاث محطات. يعني ايه الليمفاتيك سبريد ثلاث محطات؟ لو كانسر بعد الليمف نود اللي لازق على الاسطومك كانسر، بعد الليمف نود اللي قريب جدا من الاسطومك هنقول العيان عنده حاجه اسمها ان 1 ليمف نود. لو كانسر يا نديم بعت للليمف نودز اللي ابعد شويه في الاستومك هنسمي العيان عنده حاجه اسمها بطن ان 2 الليمفاتيك سبريد. لو كانسر بعت للليمف نودز مالهاش علاقه بالاستومك مش بتاعت الاستومك اساسا، ليمف نودز مثلا بتاعت البنكرياس او ليمف نودز مثلا بتاعت الليفر، هنقول العيان عنده حاجه اسمها بطن. ما اتصلوا كده احنا بتردوا عليا. بتاخد ايه بس؟ هنقول لي انا عنده حاجه اسمها ان 1 ان 2 اللي بعديها دي قصه ثلاثه دي صعبه قوي. كده ان 1 ان 2 دي تمام. ان 1 ان 2 اكيد هيبقى عنده ايه؟ ان 4 ايه؟ ان 3 ان 3 يعني كده اليابانيين عملوا الليمفاتيك سبريد دي كل واحد يعني بقه متيس. اليابانيين عملوا الليمفاتيك سبريد دي محطات. المحطة الأولانية هي الليمف نودز الإيه؟ لازقة في الأستومك. المحطة الثانية هي الليمف نودز تبع الأستومك بس بعيدة شوية. المحطة الثالثة الليمف نودز مالهاش علاقة أساسا بمين؟ بالأستومك، الليمف نودز بتاعت أذر أورجن. مين بقى في المحطة الأولانية؟ أو مين تبع أن 1؟ مين تبع أن 1؟ طبعا في الورق انا كاتب ار 1 وكاتب دي 1، طبعا ار 1 ودي 1 هي مين؟ ان 1. هنعرف يعني ايه ار يعني ايه دي حالا، ما نستعجلش. بصوا بقى الجمال بتاع اليابانيين. قال لك لو العيان عنده لات، ركزوا معايا. قال لك لو عنده ليمف نودز رايت كارديال او عنده ليمف نودز لفت كارديال او عنده ليمف نودز على اللاتر كيرف او عنده ليمف نودز على جريتر كيرف. ليمف نودز على جريتر كيرف او عنده ليمف نودز سوبرا بايلوريك او عنده ليمف نودز انفرا بايلوريك. الحاجات دي لازقه في الاستومك ولا بعيده؟ يعني الحاجات دي لازقه في الاستومك ولا بعيده؟ لازقه في الاستومك. يبقى اي عيان عنده كانسر استومك وعنده ليمف نودز رايت كارديال مش لازم لفت كارديال، او عنده مثلا ليمف نودز رايت كارديال وانفرا بايلوريك، يبقى العيان ده لسه في انهي مرحله؟ ان 1.
هدف عنوان. عنوان يعني في نص اللاسع على الصبح. اي حاجه من السته دول. في اي مشكله في عنوان؟ مفيش اي مشكله في عنوان. رايت كارديال، لفت كارديال، ليف نوز على الغسل كور، ليف نوز على الجريتر كور، سوبرا فايلوري، انفرا فايلوري، كل دي لسه ليف نوز عنوان. انا دلوقتي هنبقى ليف نوز ايه؟ ابعد شويه. لما نيجي نتكلم عن ليف نوز البعيده، او عايز اتكلم عن ليف نوز اللي في الابدومن، ربنا يخليكم، بس عايز اقول لكم معلومه بسيطه. هي ليف نوز في الابدومن، ليف نوز في الابدومن، على الارتز ولا على الفينز؟ ماشي مع الارتز ولا ماشي مع الفينز؟ يعني لو عندي ليف نوز في الابدومن او ليمفاتيك باسلز في الابدومن، ليف نوز بتبقى على الارتز ولا على الفينز في الابدومن؟ المعلومه دي ازاي؟ مع الارتز. امال ليف نوز في جسمنا بعد كده فين؟ مع الفينز. يعني هنا مثلا في الرقبه، هنا في الرقبه مثلا الليف نوز يا اما مع الانترنال جاجلر فين، يا اما مع مين مثلا؟ الانترنال جاجلر فين. في الرجل مثلا الليمفاتيك باسلز والليف نوز بتبقى ماشي مع الفيمورال فين، والليف نوز بتبقى على الفيمورال فين. فالليمفاتيك في كل حته في جسمنا ماشيه مع مين؟ مع الفينز. انما في الابدومين الليمفاتيك بتبقى على الارتريز وماشيه مع الارتريز. عشان كده مثلا لو تفتكروا، يعني لو تفتكروا احنا كان عندنا مثلا لو دي الاورطه كان حواليها حاجه اسمها وط. فرع اورطه الليمف نوز. ولو عندنا هنا مثلا ميزنتريك ارتري كان عندنا حاجه اسمها هنا وط. ميزنتريك ايه؟ ليمف نوز. عمر حد سمع عن حاجه اسمها بورتا ليمف نوز؟ عمر حد سمع عن حاجه اسمها كيفا ليمف نوز؟ يعني فيرو من كيفا؟ لا. لان الليمف نوز والليمفاتيك باسلز مش ماشيين مع الفينز في الابل، هم ماشيين مع الارض. ايه علاقه الكلام ده باللي هشرحه؟ يبقى اكيد المحطه الثانيه علاقته باللي هشرحه، اكيد المحطه الثانيه ان الليمف نوز او الليمفاتيك سباد هيروح للليمف نوز اللي ماشي مع الباص سبلاي بتاع الاستومر. مش الاستومر دي ليها باص سبلاي؟ ولا ملهاش باص سبلاي؟ ليها باص سبلاي. وحوالين الباص سبلاي بتاع الاستومر مين حاجه موجود؟ الليمفاتيك باسل بتاع مين؟ بتاع في الاستومر او الليمف نوز بتاع في الاستومر. فعشان نعرف مين هي الباص باسل او الليمفاتيك باسل بتاع في الاستومر هنحط هنا الاورطه، اللي هنا في اورطه، وهنحط هنا سيليك ترانك. تمام؟ ففي الاورطه وسيليك ترانك. الاورطه كانت بتدي سيليك ترانك. الاورطه كانت بتدي مين تحت سيليك ترانك؟ سوبيريو ميزنتريك. وتحت سوبيريو ميزنتريك كانت بتدي مين؟ انفيريو ميزنتريك. وتحت كانت بتدي حاجه اسمها ميديان ساكرال مش مهم. وكانت بتدي شويه برانشات كده رينال وسوبرا رينال وتستيكلر. ما تقولش دعوه بالحاجات دي. خلينا بس الاول في مين؟ سيليك ترانك. تمام؟ حتى كانوا زمان بيقولوا في الاناتومي، بفكركم بس بالاناتومي، ان في سيليك ترانك عند الليفل بتاع تي 12، ده كلام الاناتومي زمان، وتحديد سوبر ميزنتريك ارت عند الليفل بتاع كام؟ L1 ما شاء الله. تمام؟ طب ايه برانش بقى سيليك ترانك؟ حد يقول لي اي برانش من سيليك ترانك؟ السلام عليكم. الله يبارك فيك. اي برانش من سيليك ترانك؟ اي برانش؟ اي برانش كان ايه؟ اي برانش يا مصطفى؟ اي ريباتك كمان ايه؟ ايوه الحمد لله. كان بيدي هنا كومن شكرا، كان بيدي كومن ريباتك. انا بسم الله. كان بيدي ايه تاني من كومن ريباتك؟ كان بيدي حاجه للريباتك. مين صديق الليبر؟ الاسبين. فكان بيدي مين تاني؟ الاسبينك كان بيعدي ورا الاستومر كده ويروح الاسبين، كان بيدي اسبينك. كان بيدي مين تالت لو حد شاطر غير سبلينك؟ كان لا مش اورطا، هو طالع من اورطا. كان بيدي هنا حاجه زي اسمها ايه؟ لفت جاستك. لفت جاستك. اني تو عشان العيان يبقى عنده اني تو، عشان العيان يوصل مرحله اني تو، فالعيان هيبقى عنده الليمف نودز هنا. ده البص سبلاي بتاع الاستومك كله جاي من البرانشات دي. الليمف نودز اللي هنا اسمها وط. سبلينك ليمف نودز. مع السبلينك ليمف نودز يبقى عنده ليف نوز عند الاسبيريك هايلر. دي ان 2 اللي عنده بالاسود ده ان 2. العمود يبقى عنده ليف نوز على اللفت جاستريك ارت. العمود يبقى عنده ليف نوز على كومن هيباتيك ارت. والعمود يبقى عنده ليف نوز على سيريك ترانك. لو العيان عنده اي ليف نوز من دي كده دخلنا في ان 2. وعلى فكره كل الباص سبلاي بتاع الاستومه جاي من الثلاثه دول، كل الباص سبلاي بتاع الاستومه جاي من الثلاثه دول. في السمري بس، في السمري بس
سيلك فرانك الشبيت تحت طلعها فوق طلعها فوق سيلك فرانك اخوها السمني من الشبيت تحت طلعها فوق لفوق ده بالسمني مش الكبير سيلك فرانك طلعها فوق ايه؟ ايه؟ سيلك فرانك عندي 12 انا بكلم مش بكلم ان هو انا كاتب سيلك ليك نوزة سيلك فرانك كاتبها في انهي ثلاثة ده سمني حبيبي معاه السمري هتلاقي كاتب في عيني ثلاثة أو في ثلاثة سيليا كرانك. سيليا كرانك طلعها فوق. لا مش لاقي ابتدائي من البول يا ابني. طلع دي فوق. عادي على واحد واحدة طلعها له فوق ولا أعمل إيه؟ عادي على واحد واحدة طلعها له فوق. قول الله يسلمك كويس يجاوب كيف 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 يجاوب بس كان فاضي يبقى في اربع حاجات تبع ان الاثنين صوت السيدي اكرم طلعناها من ان الثلاثه الاثنين في اربع حاجات عند ان الاثنين يا اما ليه فلوس عند السيليك ارتري او السيليك هايلم ليه فلوس عند اللفت جاستريك ليه فلوس عند الكومن هيباتيك ليه فلوس عند السيدي اكرم يعني بيبقى دي ان اثنين هو السيدي اكرم اللي بيدي بلس ابلاي للاستومك بايه؟ ببرانشات برافو عليك برانشات طيب هقول لكم بقى حاجه جميله ايه علاقه ده بالجراحه؟ يعني علاقه ده بالجراحه بالعمليات يعني هو انا عشان اعمل راديكال جاستريكتومي طبعا يعني عنده كانسر فنعمل له عمليه راديكال صباح الخير يعني عشان اعمل راديكال جاستريكتومي يبقى لازم اشيل الاستومك بمين؟ بالليمف نودز بالليمف نودز عشان تبقى العمليه راديكال لازم اشيل الاستومك بالليمف نودز ولا يا فرحات لما اشيل الاستومك واسيب الليمف نودز يبقى كده العمليه مش ايه؟ مش راديكال طيب تعالوا مثلا نتفرج عشان نعمل راديكال جاستريكتومي هنضطر نربط مين ونشيله؟ ايوه هنضطر نربط مين ونشيله؟ السبينيك ارتري كله ولا انا غلطان؟ لما نيجي نقول هنعمل راديكال جاستريكتومي في العمليات علاج كانسر الاستومك راديكال جاستريكتومي فلازم نربط ونشيل السبينيك ارتري كله السبينيك ارتري عليه ايه؟ ليه كروس والسبينيك ارتري ده بيدي بلس سبلاي لمين؟ السبين ده يعني ممكن عاطف يجاوب السؤال ده السبينيك ارتري كان بيدي بلس سبلاي لمين غير السبين؟ ايوه مش كل الفانكريس السبينيك ارتري كان بيدي بلس سبلاي للبودي والتين بتوع الفانكريس يبقى احنا في الراديكال جاستريكتومي لما قلنا هنعمل العمليه راديكال جاستريكتومي مع المعده لازم نشيل مين؟ لازم نشيل مين؟ السبين ولازم نشيل مين؟ بودي والتين وانا مش بشيلهم عشان خاطر فيهم مالجنسي انا بشيلهم لان انا اضطريت في الراديكال جاستريكتومي بنضطر في الراديكال جاستريكتومي ان احنا نعمل ايه؟ نربط الباص سبلاي كله ونشيل السبينك ارت كده مرموقه لان هو اللي عليه مين؟ الليمف نودز وعلى فكره الراديكال جاستريكتومي دي عمليه كبيره واللي بيخلي الراديكال جاستريكتومي عمليه كبيره مش الجاستريكتومي يعني الجاستريكتومي في حد ذاته عمليه مش كبيره انما اللي بيخلي الراديكال جاستريكتومي عمليه كبيره ان احنا بنضطر في اي راديكال جاستريكتومي نشيل مين؟ السبين دي عمليه هفله جزء من فاكت اللي بيصعب عمليه الراديكال جاستريكتومي ان اي راديكال جاستريكتومي لازم معاها ديستال بنكرياتيكتومي كلمه ديستال بنكرياتيكتومي يعني بنشيل وقت البودي والتيم ايه؟ تمام اصبر شويه اصبر شويه تمام؟ طيب مين بقى ان ثلاثه؟ مين بقى ان ثلاثه؟ ان ثلاثة اللي هتروح ليك نوز ملهاش علاقة خالص بالبلاس سبلاي بتاع الاستومك ولا الاستومك، يعني ايه مثلا؟ اليابانيين قال لك ليه؟ قال لك لو العين عنده ليك نوز الهوم الارضي ده مين الارضي ده؟ اللي تحت السيليا كرانك، مين الارضي بيطلع تحت السيليا كرانك؟ سوبيريو ميزنتيريك ارضي لو في ليك نوز عند السوبيريو ميزنتيريك ارضي
دي مكتوب عندكم في الورقه دي كلوز الونج لوتو ذا ميزن. لوتو ذا ميزن دي اللي دي سوبر ميزنتريك ارك. احنا كده بعدنا خالص عن البلاد سبلاي وعن الليمفاتيك دريج بتاع مين؟ بتاع الاستومك. احنا كده رحنا ليمف نودز وبادر اورجنز. فلو العيان جاله ليمف نودز لو حصل ليمفاتيك سبريد عند السوبر ميزنتريك ارك او جاله ليمفاتيك سبريد عند البورتا هيباتس. جاله الليمفاتيك سبريد عند البورتا هيباتس او جاله الليمفاتيك سبريد عند الارتري اللي بيدي بلس سبلاي للترانسفيرس كورن. الارتري اللي بيدي بلس سبلاي للترانسفيرس كورن اسمه ميدل كوريك. ميدل كوريك ميدل كوريك ميدل كوريك بس يعني لو العيان جاله الليمف نودز عند البلس سبلاي بتاع الترانسفيرس كورن ميدل كوريك او جاله الليمف نودز عند السوبيريور ميزنتريك ارتري بتاع الكولين تيستس ده بتاع الكولين تيستس او جاله ليمف نودز عند بورتا هيباتس او لو جاله ليمف نودز او لو جاله ليمف نودز بارا اورتك بارا اورتك العيان ده بينتقل من مرحله ان 2 لمرحله 1 ان 3 يعني ان 3 رحنا ليمف نودز ما لهاش اي علاقه بالبلاد سبلاي او بالليمفاتيك دريج بتاع مين؟ الاستومك. راحت لابدومينال ليمف نودز ما لهاش علاقه بالاستومك. ابدومينال ليمف نودز تبع السبولين تيستن، ابدومينال ليمف نودز تبع الكولون، ابدومينال ليمف نودز تبع البورتا هيباتس، بارا اورتيك ليمف نودز دخلنا في ان ايه؟ ان 3. عارفين في اليابان بيعملوا ايه؟ في اليابان بيعملوا او خلوها لما ناخد فيلم. في اليابان اكيد بيعملوا عمليات ان هم عشان يبقوا راديكال بيشيلوا مع الاستومك ايه؟ حاجات ثانيه خالص تمام؟ ومن ضمن الحاجات المهمة كمان في عين ثلاثة ما تنسوهاش يعني في ليمف نودز بتبقى ورا البنكرياس واليوترس بيسموها ريترو بنكرياس واليوترس مكتوب عندكم في الورق ريترو بنكرياس واليوترس ليمف نودز ريترو بنكرياس واليوترس ليمف نودز يعني سيبكم اللي بنعمله في مصر لو احنا بنتكلم مثلا على طريقة علاج اليابانيين اليابانيين لو اكتشفوا ان العيان في اليابان لو اكتشفوا ان العيان عنده ليمف نودز ريترو بنكرياس واليوترس يعني ورا الهاتو بانكرياس ورا الديودرا عارفين مع راديكال جاستريكتو بيعملوا ايه؟ اللي عم بقول لكم في اليابان لو اكتشفوا ان العيان ان 3 ده في اليابان مش في مصر ان العيان ان 3 والعيان ان 3 دوت عنده ليمف نودز ورا الهاتو بانكرياس ورا الديودرا بيضطروا مع راديكال جاستريكتومي يشيلوا الهاتو بانكرياس والديودرا العمليه اللي كنا بنشيل فيها مع الهاتو بانكرياس والديودرا دي كان اسمها ايه العمليه اللي بنشيل فيها الهاتو بانكرياس؟ يعني تخيلوا في اليابان في اليابان ساعات عشان يبقوا راديكال في اليابان عشان يبقوا راديكال بيعملوا مع راديكال جاستريكتومي اللي هي اساسا عمليه بنت 60 كلب هي عمليه بنت 60 كلب راديكال جاستريكتومي مش عشان الاستومك راديكال جاستريكتومي عمليه كبيره عشان شلنا فيها وطن البودي وتيرو بانكس مع العمليه بنت 60 البتاع دي بيعملوا كمان معاها وطن عشان يبقوا وطن 100% راديكال بيعملوا ويبل لو اكتشفوا ان العيان عنده ليمف نودز ورا البانكرياس وفي اليابان لو اكتشفوا في اليابان لو اكتشفوا ان العيان عنده ليمف نودز عند ميدل كوليك باسيتس بيعملوا مع راديكال جاستريكتومي وقت كوريكتومي وفي اليابان لو اكتشفوا في اليابان لو اكتشفوا انه عنده ليمف نودز عند البورتا هيباتس انا بتكلم جد مش بهزر لو اكتشفوا انه عنده ليمف نودز عند البورتا هيباتس بيعملوا مع راديكال جاستريكتومي وقت بيعملوا مع راديكال جاستريكتومي هيباتيك لا مش لازم كله يا حبيبي يا مواد دي الفكره مش لازم العيان يبقى في ان ثلاثه هي دي النيله مش لازم العيان لما يوصل ان ثلاثه يبقى عنده كل ده يعني ممكن العيان يبقى ان ثلاثه عشان عنده بس ميد كوليك فهمتني يا نايف ولاد في ان ثلاثه مش لازم يبقى عنده كل ده ان ثلاثه اي حاجه من ده فهمتوا ان 1 اي حاجه من ده او كل ده ان 2 مش لازم يبقى عنده كل ده ان 2 ممكن يبقى عنده ايه؟ حاجه واحده ماشي الكلام؟ ماشي الكلام؟ على فكره في حد من اساتذتنا مره عمل الكلام ده وكان فرحان يعني كانت عمليه حلوه، الكلام ده كنت نايم والله اسمه دكتور سيد المحرقون عمل راديكال جاستريكتومي ومعاه فرشه ليباتيكتومي وكوليكتومي والله العظيم. ما اعرفش هو قاعد اسبوع وبعدين روح. تقريبا يعني حتى الباثولوجي دي تاكد الطلاسم بتاع الكانسر ستون
بعد كده هنتكلم عن دارك سبريد. الدارك سبريد برضه كومن، الدارك سبريد برضه كومن. التيومر جالس في جوه الاستومك الاول، بعد ما جالس في جوه الاستومك بيطلع يمسك في الباي اورجنز. ايه دي الباي اورجنز اللي ممكن يمسك فيها من غير ما نفكر يعني؟ من غير التيومر ده فوق ممكن يمسك هنا في مين؟ في الاسوفجس. التيومر ممكن يمسك في مين تاني؟ في الدربان. التيومر ممكن يمسك في مين ورا الاستومك؟ الفانكس. التيومر ممكن يمسك في مين هنا جنب الاستومك؟ السبلين. التيومر ممكن يمسك في مين هنا بيعدي قصاد الاستومك؟ الترانسفيرس كور. ده الدارك سبريد بتاع كانسر الاستومك. الدارك سبريد حط بس اي حاجه جنب الاستومك، ما تقوليش مثلا يمسك في اليونير بلادر، يعني اليونير بلادر تحت. حط لي بس اي نيف، ولا مش عارفين كمان النيف باي اورجنز. اي حاجه بس من الرسمه، اي حاجه من الرسمه جنب الاستومك هتطلع ايه؟ هتطلع صح. ده الدارك سبريد. الجود سبريد يبقى ليه؟ فيري ليت الجود سبريد بتاع كانسر الاستومك. تمام. التارجت اورجن بتاع كل جي اي تي، كل جي اي تي مالجنسي طبعا، ده مين ده؟ ليفر. تمام. زمان واحنا في سنه رابعه ولا واحنا في سنه ثالثه كانوا بيحفظونا كده ان اي بلود سبريد، اي بلود سبريد بيروح لل بالظبط. مش عارف كانوا بيحفظونا كده واحنا صغيرين. مش عارف كده ان اي بلود سبريد ال ال بي بي ار ار، يعني ايه ال ال؟ لانج ليفر برين بون رينال سوبرا رينال. ده عشان كنا صغيرين، بس لما كبرنا لازم نبقى عارفين ان كل كانسر، كل كانسر في البلود سبريد بتاعه له حاجه اسمها تارجت اورجن. لازم نعرف على الاقل اثنين تارجت اورجن. يعني مثلا لما خدنا البريست، لما خدنا البريست كان مين التارجت اورجن في البريست؟ البون. كان اهم حاجه البون، اهم حاجه البون. يعني مين بعد البون؟ لانج. تمام. في كل جيلاتين مالجنسي، كل جيلاتين مالجنسي التارجت اورجن بتاع مين؟ الليفر يليه بعد كده اللانج. الليفر يليه بعد كده الايه؟ اللانج. في ليفر متسم. لما نيجي نتكلم على كلينيكال بيكشر بتاعت كانسر الاستومك هبله. هو الدرس كله باثولوجي وطبيب. هبل هبل السنين يعني. يعني ايه هبل هبل السنين؟ انا عندي كام كانسر الاستومك بالمناسبه؟ ما حدش يقول له كانسر الاستومك واحد، عندي كام كانسر الاستومك؟ ثلاثه. عندي كانسر بودي، وعندي كانسر كارديا، وعندي كانسر ايه؟ بايلوز. في ثلاثه كانسر استومك. لو العيان جاله كانسر كارديا هبقى بريزنت بواضح. كانسر استومك بثلاث حاجات، يعني يوم ما ناخد كانسر كولون، كانسر كولون ده كام كانسر؟ يوم ما اقول لكم كانسر كولون، في حاجه اسمها كانسر كولون ولا في حاجه اسمها اماكن؟ في حاجه اسمها كانسر رايت كولون، في حاجه اسمها كانسر ترانسفيرس، في حاجه اسمها كانسر وات؟ لفت كولون. نفس الكلام هنا، في كانسر كارديا، كانسر بودي، كانسر بايلوز. الكانسر كارديا يعني ريبريزنت زي مين بالظبط؟ زي كانسر الاسوفجس. لانه ريبريزنت في الكارديا في مالجنت سبيشال. وزي ما احنا مش فاكرين مالجنت سبيشال، يعني هل عنده سبيشال لو فكرتوا بيها؟ كانت السبيشال دي شورت اونست ولا بروجريسيف فورس؟ الاثنين حضرتك. كان شورت اونست وبروجريسيف فورس، والعام ما كانش عارف يبدا على السوليد، وبعدين العام ما كانش عارف يبدا عليه الفلويد، والعام في الاخر في الكانسر الاسوفجس ما كانش عارف يبدا عليه الصلايبه بتاعته يا مي، والعام معاها فيريبال جنرال كونديشن. فكانسر كارديا ما تذاكرهاش، كانسر كارديا زي كانسر الاسوفجس، بس ما انت ذاكر كانسر ايه؟ الاسوفجس. بعد كده كانسر فايلورس، الناس اللي ما حضروش يوم الجمعه مش هيعرفوا كانسر فايلورس. كانسر فايلورس يعني ايه البريزنتنج سيمتوم اللي فيه؟ ولا الناس اللي حضروا يوم الجمعه هيبقوا فاكرين؟ فوميتنج. فوميتنج للاكل. بالظبط. والعام كان بيستني يستني يستني زي يوم الجمعه. لعبت الانتخابات يوم الجمعه. قعدنا خمس ساعات العباسيه وزي ما جيت نص يوم الجمعه لو فاكرين، خدنا حاجات كتير يوم الجمعه. والعم بياكل وبعدين بيتنفخ وبياكل وبعدين بيتنفخ وبعدين بياكل وبعدين بيرجع الدوريه كده، وعشان كان بيرجع الدوريه كان البومتنج بتاعه ماله؟ معفن بالظبط فرمنتد، وكان فروسي، وكان البومتنج بتاعه بيبقى نافر ايه؟ فايل ستين من الاكل هنا، وكان البومتنج بتاعه بيعمل له ريليف منين؟ من الديستنشن. وزي ما قلت لكم كلمه فايدروك اوبستراكشن في الاضل، لو الاضل عنده فايدروك اوبستراكشن يبقى الاضل ده حاجه من اثنين يا لورنس. يا فايبروزس في ايه يا لورنس؟ انت ما جيتش الجمعه. يا فايبروزس جيت؟ تمام. لما نقول اللي عنده فايدروك اوبستراكشن كان بيبقى حاجه من اثنين، يا فايبروزس في فيلر انسر، يا عنده كانسر وات؟ فايلورس. يمكن عنده كانسر فايلورس. ده فايدروك اوبستراكشن في الاضل. العيان اللي عنده كانسر فايلورس بيبريزنت بالظبط كانه عنده حاجه اسمها وات؟ فايلوريك ايه؟ اوبستراكشن. تمام؟ والفايلوريك اوبستراكشن ده لما العيان كان بيرجع كان بيجي له انهي ابنورماليتي؟ انهي اسيد بيز امبالانس؟
بيرجع سيال كان بيجيله ميتابوليك الكالوزز لو فاكرين الميتابوليك الكالوزز ده كان بيعمل له الكالسيوم كان بيعمل هايبو كالسيميا وتيتاني والعيان كان اليورين بتاعه لو حد فاكر بس طمنوه من كده في الضياع لما العيان كان بيدخل الحمام كان اليورين بتاعه بيبقى في حاجه اسمها بارادوكس كالستوريا ممكن تبقى تسمعوا قصه الجمعه الناس اللي ما حضرتش الجمعه ممكن يعني رجاء بس تسمعها ولا حضر برضه بيسمعها المهم بكره هنبتدي مسالك مسالك يعني يورولوجي مسالك تونز بقى وهايبر نيفروما والحاجات دي طيب نيجي بقى للكانسر بودي يبقى الكانسر كارديك ليزر زي كانسر الاسوفجس والكانسر بايلورس زي البايلوريك اوبستراكشن دي بقى الكانسر بودي الكانسر بودي تفتكروا ده هيدي مالجنسي ولا مش هيدي مالجنسي؟ ده هيدي لان مالجنسي في حته واسعه ده بيبقى كانسر مستخبي والكانسر بودي كانسر بودي ده بينزل وانجيتنج ارثريتك ماس بينزل فلما بينزل العيان بيجي له ايه في الكانسر بودي وهو مش جريان؟ دي هو بينزل لا مش منينا وحياتكم بيبقى منينا منينا لازم يبقى ماسك هيمورج لما التيومر يقعد ينزل كده بالراحه بيعمل ايه في الاسطول والعيان مش جريان؟ بيعمل روكال ضغط بيعمل روكال ضغط فلما يعمل روكال ضغط العيان ده ممكن بعد ست شهور مثلا وهو مش جريان وعنده وقت كانسر الاستومك ممكن يبقى بريزنت في حاجه اسمها انفيديو سونت اوف 3 ايه 3 ايه يعني العيان مره واحده لقى نفسه عنده ايه؟ انيميا والانيميا اكيد عامله له اسيميا والماليجنسي والكاشيكسي اكيد عامله له انوريكسيا انفيديو سونت اوف 3 ايه انيميا اسيميا انوريكسيا وكنا في جمله كده مشهوره بنقولها لكم اي عيان يبقى زي الفل اي عيان يبقى زي الفل ماشي متظبط كده ومره واحده مره واحده نبص عليه كده نلاقيه دخل في انيميا نلاقيه كشفت نلاقيه تعبان نشاطه قل مش قادر يوم يمارس حياته الطبيعيه شكله كده عيان دور على هيدي مالجنسي في ثلاث اماكن في الجي اي تي مين بقى الثلاث اماكن اللي هيدي مالجنسي في الجي اي تي اللي بيخلوا العيان مره واحده يدخل في انكسبيند انيميا واسيميا وتعب وضعف وخذلان و ثلاث حاجات كانسر بودي ستومك بودي بانكرياس سيكم سيكم الثلاث حاجات اللي هم بيعملوا انتيريور سونسور في 3 ايه وانتيريور سونسور في 3 ايه دي مش سكيم التالس يعني انت في الامتحان ينفع تكتبها انتيريور سونسور في 3 ايه ده بيلي انضاف كاتبها كده ده بيلي اللي كاتب انتيريور سونسور في 3 ايه فلا ممكن يبقى عنده انتيريور سونسور في 3 ايه انيميا سينيا انوريكس ده كانسر بودي ستومك الكانسر بودي ستومك تيومر ساعات بينفلتريت هنا النيرف اندينجز بيعمل مالينجنت ألسر بيعمل انفلتريشن في النيرف اندينجز فلما يعمل انفلتريشن في النيرفات بتاعت الاستومك العيان بيجي له حاجه اسمها مالينجنت ديسبيبسيا بيبقى دايما عنده فيجا ابدومينال بين كده مش مستريح سموها مالينجنت ديسبيبسيا ليه بقى سموها مالينجنت ديسبيبسيا؟ دي فريعة الديسبيبسيا بتاعت الكريبتيك ألسر مثلا قلتها لكم قبل كده يا هوجر الديسبيبسيا بتاعت الكريبتيك ألسر أخبارها إيه مع الأكل؟ دي علاقة بالأكل ولا مالهاش علاقة بالأكل؟ دي علاقة بالأكل لما ياكل بيتعب إيه لما ياكل بيتعب؟ لأن الأكل نفسه هو اللي بيرتيت مين؟ الإكسبوز نيرف أندينجز اللي في الألسر والعام بتاع الديسبيبسيا بتاع الكريبتيك ألسر لما كان بيرجع من إيه؟ بيستريح عشان خد الأكل رماه مرة في الزبالة انما بتاع مالجنت ديسبيبسيا ده بتاع كانسر الاستومك بتبقى عنده ديسبيبسيا سموها مالجنت عشان هي موجوده على طول نكتبها زي بالانجليزي موجوده على طول نكتبها كده نوت ريليتد تو وات تو ميل نوت ريليتد باي وات باي وومن ده الكاركتر بتاعها دايما عنده ديسبيبسيا انما بتاع البناين جاستريك انسر او بتاع فيبتيك انسر كانت ريليتد تو ميل اند ريليتد باي وات باي وومن دي مالجنت ديسبيبسيا نوت ريليتد تو ميل نوت ريليتد باي وومن تمام وطالما هنا التيومر لوكال ومستخبي ومش باين يعني هنا بيعمل ديسفيشيا هنا بيعمل كوادريك اوبستراكشن هنا ممكن يبقى التيومر هيدن ما بيعملش حاجه تمام مش لازم يعمل انفلتريشن في النيرف اندنج يعني عشان التيومر هنا هيدن فساعات العيان بيبقى الفيرست برزنتيشن اوكال للمره المليون يعني ايه اوكال برزنتيشن في مالجنسي بالبلدي كده اوكال برزنتيشن يعني العيان بذات مش بالمالجنسي نفسه العيان الفيرست برزنتيشن فيه كان وقت كان السكند ده المقصود بكلمه اوكال
الدوكال كان الفيرست برزنتيشن كان السكند تيومر هيدن والفيرست برزنتيشن سكند. كانسر الاستومك يبقى سكند ريس فين؟ ليفر بالظبط. فانا عندي بريزنت بايه طالما السكند غالبا في الليفر؟ جونديس اسايتس تمام. ده بيدي صعب. الليف نودز بعد ما بتسيب الابدومنا الليف نودز الليف نودز كانت بتطلع فين؟ البنين نفسها كانت بتعمل ايه؟ الليف نودز خدتوها في تاريخ حياتكم كله؟ حتى بريكاوت اكتشفها على نفسه كانسر ستومك. لفت سوبر كلافيكرا من جنود. فكل دي اسمها اوكل برزنتيشن او اي دي ماليجن. او في انفستيجيت العيال. او في انفستيجيت العيال تتابع حسي للمره باليوم. لو هنمشي زي العباسيه يبقى المفروض خمسه الا ربع ناخد البريك. حلو قوي طبعا. فهي ماليجنسي كنت عامل لكم سكيما كده. عايزين نعمل انفستيجيشن فور وات؟ برايمري. عايزين نعمل انفستيجيشن فور وات؟ سكندري. تو اساس مين؟ العمليه تنفع ولا ما تنفعش؟ ان احنا تو اساس حاجه اسمها وات؟ وبروبيلتي. وفي نفس الوقت كنا عايزين نقول لو في تيومر ماركر بين ايه؟ بنقول وشيرت السكيما بتاعت اي مالجنسي في الجي اي تي انفستيجيشن فور برايمري انفستيجيشن فور سكندري وفي تيومر ماركر هنقوله. فور برايمري ده اول اورجن وعيني الاكتف. طالما اول اورجن وعيني الاكتف كنا بنشخصه ازاي؟ اول اورجن وعيني الاكتف. اديني في البانيا واديني في المنظار. طالما هو الورجن يعني الاكتف اديني في البانيا والمنظار. فهنعمل ابر جاتين بروسكوبي طبعا وهناخد بايوبسي. لازم تاخد بايوبسي من الكانسر تمام. ممكن نشرب العام باريا. في ناس ما بيحبوش يعملوا الابر جاي في الاول بيخافوا البيزك. انا ببتدي باريا وزي ما اتفقنا باريا بيبقى حلو جدا 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 بالذات لو العيال عنده وقت. لايناتس بلاستيكا هتبان الصوره بتاعته عامله كده. دي اللي اسمها وقت. ممكن العيان يبان عنده فيلينج ديفكت. كانسر كارديا هيبان في فيلينج ديفكت. ممكن العيان يبان عنده بالوريك اوبستراكشن. امتى العيان يبان في الباري عنده بالوريك اوبستراكشن؟ لو كان كانسر فايلورس. المالينا تأثر بقى بيبان. المالينا تأثر بيبان حاجه اسمها كارمن ريسك ساين. دي مهمه. المالينا تأثر بيبان اسمه كارمن ريسك ساين. هتلاقي مقارنه من ريسك الساين اللي جت فيه. يعني ايه من ريسك؟ يعني ايه من ريسك؟ الهلال تمام. الهلال عامله ازاي الهلال؟ عشان يفهم كارنه من ريسك الساين يعني بتاعت الملكنج جاستريك التر يبقى لازم من الاول افكركم بالبناين جاستريك التر. البناين جاستريك التر كان بيبان ازاي؟ ادي الاسوفجس وادي الاستومك صح؟ صح. مين اللي انا راسمها دي في الاستومك؟ ليبي الميكوزا تمام. بدي الانصر. ومين اللي بعد الميكوزا اللي انا راسمها دي؟ لا دي مش صاب ميكوزا دي حمراء. دي ماسكلوزا. انا بتكلم عن بناين جت كارتر اسمع يا سمير. الله تاخده كاس افريقيا يا رب. يا رب. معاك بيشر الفاليوم. بيشر الفاليوم. ده اخر مره كام؟ 2001 ولا 2002؟ 2002 على جو بيضاء تمام. ادي العيال شرب الباريوم. لو العيال كان عنده بنان جاستريك الستر الباريوم كان بيقع فين؟ الباريوم كان بيقع فين؟ في الالستر ديفكت اهو الباريوم بيقع هنا اهو. بالظبط رائع. لما الباريوم كان بيقع هنا لما نيجي نصور بقى العيان كان بيبان حاجه اسمها لما صور العيان لازم امسح الاستومر. فكان بيبان هنا حاجه اسمها وقت. ده كان اسمه ايه لما الباريوم وقع كده؟ انصر ايه؟ نيش صح ولا انا غلطان؟ مش الاصل ديش اتنبع حس امي، اصل ديش يعني الباريوم اللي وقع فين؟ في الدفاع في الحفره بتاعت الالسر. وقع نط في المصر اللي هي ده الالسر دي. ده مين ده بيناين ولا المالينا؟ ده البيناين. البيناين كان بيبان حاجه اسمها الالسر ديش. امال المالينا كان بيبان ازاي؟ منسكا ساين. بص بقى على المنسكا دي جت منين؟ يعني اختراع. نحط هنا السوبرس. ونحط هنا مين؟ ستومك. تمام هي ستومك. ونحط هنا بقى العيان عنده مالينا جاستريك ارثر. مالينا جاستريك ارثر بيبقى عامل ايه؟ مالينا جاستريك ارثر بيبقى عامل ايه؟ ريس ديفرتيتيشن اهو. ولا انا غلطان؟ ولا ده بي 9 ده؟ ده مالينا ده في ريس ديفرتيتيشن تمام؟ لما العيان يشرب الباريوم لما العيان يشرب الباريوم الباريوم هيتفشل فين؟
ادي بريم اهو، ادي بريم اهو. بريم هيتفشل في ثلاث حتت، هيتفشل هنا ولا انا غلطان؟ هيتفشل هنا. البريم هيتفشل فين تاني؟ هيتفشل هنا. والبريم هيتفشل فين تالت؟ بالنص في الحته بتاعت الانصر نفسه. فلما العام بقى نمسح للصمك، لما نمسح للصمك ويبقى الباريم بس، هيبان حته من الصمك متاكله كانها ايه؟ بانت حته من الصمك متاكله كانها ايه؟ كانها هديه ليا. المشكله الاوليه بس هي ايه؟ مشيها ليا. مشيها ليا طبعا. اولى لينا على فكره، لان انا عندي تو منسكاي. عندي منسكس وادي منسكس. كارمن لورين ناقصين احنا كمان لورين وكارمن كده شخصنا في البرايمري. طبعا المنظار احسن مليون مره، انما المنظار ساعات بيميز الى الناس التاتيكا، فبنضطر ان احنا الناس التاتيكا نشخصها بين بالبريم. فور سكندز، فور سكندز دي جمله مشهوره كده تنفع تحس فيها يعني طول السنه. لو عايز اعرف التيومر ماسك في اللي حواليه ولا لا، لو عايز اعرف التيومر بعت ليمف نودز ولا لا، لو عايز اعرف التيومر بعت ليفر سكندريز ولا لا، مين انفستيجيشن تشويس تو اساس بروبيلتي التيومر ماسك في اللي حواليه ولا لا، بعت ليمف نودز ولا لا، دي ليفر سكندريز ولا لا، سي تي سكان. هنعمل سي تي سكان وفي الامتحان ربنا يخليك اتعب نفسك بس واكتب ده هنعمل سي تي سكان على مين؟ على ابدومي. مفيش حاجه اسمها سي تي سكان سونار غير ما تقول عليه. تمام؟ طبعا ممكن نعمل سونار، احنا بنعمل سي تي سكان. بنحب دايما في المالجنسي، في المالجنسي اللي بيبعت ليفر ميتاستاسيس، اللي بيبعت ليفر ميتاستاسيس، انك انت تعمل ليفر انزايمز. ودي قلتها لكم مليون مره ومحدش فاكرها. ليه دايما بنحب نعمل ليفر انزايمز في المالجنسي المنشور اللي بيبعت ليفر ميتاستاسيس؟ لا مش ايه؟ ايوه يا جدع، هتقول لكم مليون مره ان ليفر انزايمز بتعلى في الدم قبل ما الميتاستاسيس ايه؟ تمام بالسونار، لان الميتاستاسيس دي بتكسر الليفر سيلز. فممكن تبقى مايكرو ميتاستاسيس مكسره ليفر سيلز مع عليها ليفر انزايمز. مين مش فاهم؟ بص يا احمد دلوقتي مش في ميتاستاسيس بس هي لسه مايكرو صغنطوطه جدا، بس صغنطوطه دي ما تبانش بالايه؟ بص لا مش بالعين المجرده، مش هتبان بالسونار ولا هتبان فين؟ بالستين. بس هتكسر ليفر سيلز عشان هي داخله في صحبه الليفر، فلما تكسر ليفر سيلز مين يعني في الدم؟ ليفر انزايمز. هي قاعده دايما كده، الليفر ديزاين بتعلى في الدم قبل ما المتاسل تبقى تتاكد بالسونار. تمام؟ ايه عيب الالترا ساوند اللي كان بحس فيه طول عمري؟ ايه عيب سوري سي تي؟ ده السي تي كده باين هايل. السي تي جاب لي لو تيومر عامل انفزيشن في الزراعي، السي تي بيجيب لي ليف نوز، وهجيب لي لو عندي ان 1 او ان 2 او ان ايه؟ 3، وهجيب لي كمان لو في ليفر ايه؟ سكندري. العيب الوحيد بتاع السي تي كان عيبين، ان السي تي ممكن ما يجيبش ليف نوز لو كان فيها مايكرو ميتاستاسيس. يعني ايه مايكرو ميتاستاسيس؟ يعني ليه فلوس حجمها اقل من كام؟ 1 سم، ما يجيبش ليه فلوس صغيره. ولو التيومر عامل مينيمال انفيجن، يعني ايه مينيمال انفيجن؟ يعني يا دوبك ماسك في اللي جنبه ماسكه ايه؟ بسيطه، مش تيومر عامل انفلتريشن، كده التيومر عامل انفلتريشن. انما كده التيومر عامل حاجه اسمها بط. مينيمال انفيجن في السراوندنج. لو تيومر عامل مينيمال انفيجن في السراوندنج، لو ليه فلوس صغيره ما بتجيش بالستين. امال مين اللي جايبها لامي؟ في اختراع جديد كده اسمه منظار اخر بروب سونار. منظار اخر سونار. المنظار اللي اخر سونار اللي بيدخل معدة ده اسمه ايه؟ انتوا اليوم ده ليه؟ انتوا سونار. بتاعنا جديد. اول مره تسمعوا عنه في الاستومك اسمه كربوهيدرات انتجن 72/4. ده جديد ده. يمكن سمعته عندك في البطنه. يمكن سمعته عندك في النساء. ولا ما سمعتوش عنه لسه؟ تمام؟ يمكن سمعتوا عن ده في البطنه برضه، مين ده؟ كارسينو مليون ايه؟ انتجن ده جديد، ده جديد. ده بتاع الاستومك سي 72/4. سي 72/4. تمام؟ ذا اونلي رايفل يا
قنديل اصلا قنديل في زمان يزرع بالوطن في مرمر بعدين هرجع عيال عشان بكره.